يعني الخلوتي، لما يقول في آخر كتابه في المناسك إن الإنسان إذا وقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أجرني من النار. قال كده. بالله عليك، في عاقل أدنى درجات العقل يقول إن الخلوتي يعتقد إن الرسول يملك أن يجير أحدا من النار؟ ده أقل عامي وأجهل الناس والحمار من بني آدم ما يقولش كده. ده الحمار اللي هو حمار ما يقولش كده، مش الحمار من بني آدم، يعني الحمار اللي هو حمار بودنين طوال كده لا يعلم يقينا أن الله هو الذي يملك هذا. هيجي بقى الخلواتي العلامة المدقق اللغوي الفقيه اللي يعني درة في المتأخرين، جاهل يا عيني ولم يحقق التوحيد في بداهيات الأمور كده، فهو يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يملك أن يجير أحدا من النار. ده فهمك يعني؟ أقول لك ايه المشكلة؟ ده استخفاف يا ابني، ده اسمه استخفاف. مش بقى لا هو قصده اشفع لي في أن يجيرني الله من النار، لا ما قلتش الاحتمال ده ما بيجيش في عقله، هو ازاي؟ ده دي مش قرينة عقلية، ده حاجة يعني بداهية، ده بداهية يا اخواننا، بداهة أوليات الأمور أن الجنة والنار لا يملك ذلك إلا الله عز وجل.